والمهم أن الأصل في كل ذي حق أن يدافع هو عن نفسه ويطالب بحقه، لا أن يدافع عنه غيره. لكن حينما تقتضي المصلحة، حينما تقتضي المصلحة العامة غير ذلك، فلا بأس أن يدافع الكثيرون عن الحق المغصوب والظلم المتراكم. ومن ذلك بكل تأكيد ما إذا لم يستطع صاحب الحق أن يدافع عن حقه لبعض الموانع، إذن يجب أن يدافع عنه الآخرون ويذكر المجتمع بمظلمته ويبرهن على صحة حقه. وهذا ما يحصل في الجانب الديني الإسلامي كثيرا. فمثلا إن صاحب الزمان صاحب الأمر المهدي سلام الله عليه لا يستطيع الآن أن يدافع عن نفسه تطالب بحقه بالرغم من أنه مظلوم أكثر من كل البشر وحقه أعظم من كل الناس، إلا أن مطالبته بحقه ينافي غيبته، ويجب عليه أن يحافظ على غيبته لا أن يعرف الناس بنفسه إلى زمان موعد ظهوره، فتكون مطالبته بحقه في عصر غيبته متعذرة عليه وغير ممكنة له. ومن ثم وجب على الواعين لقضيته أمثال هذه الوجوه الطيبة، على الواعين لقضيته والمدركين لظلامته والمخلصين لدعوته أن يدافعوا عنه ويرفعوا رايته وينشروا كلمته ويبذلوا إمكانهم في ذلك، لأن كلمته كلمة الله ورايته راية الله وحكمه حكم الله. ومن نكون في هذا الجيل نحن المدافعون عنه ونحن المطيعون له ونحن القائمون بأمره سلام الله عليه حتى يقضي الله بما هو قاض. وكذلك قد يحصل وجود المانع عن أن يدافع الإمام عن نفسه لبعد المكان، كما لو كان الإمام عليه السلام كالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ساكنا في المدينة المنورة وأنصاره في خراسان كما في الرواية المعروفة، فيكون بعيدا عن الساحة وعن المجتمع هناك، ولم تكن في حينه أجهزة إعلامية وصوتية ولا سلكية. ومن هنا يتعين على الواعين والمخلصين الدفاع وبيان حقه ورفع مظلمته في أي مكان بعيد أو مدينة أخرى أو زمان آخر لا يوجد فيه الإمام عليه الصلاة والسلام.